نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، من 4 سنين بالضبط لما بدأ فيروس انفلونزا الطيور ينتشر في العالم، مصر خسرت في 24 ساعة 16 مليار جنيه. أنا فاكر وقتها كانوا بيقولوا كلام، كان كلام مرعب ولكن ما كانش معظم الناس واخدة بالها منه. كانوا بيقولوا لو حصل تزاوج ما بين انفلونزا الطيور، فيروس انفلونزا الطيور وفيروس انفلونزا الإنسان، هيحدث فيروس جديد ممكن يبيد البشرية كلها. وقالوا إن المكان الوحيد اللي ممكن يحصل الفيروس ده فيه هو جوه الخنازير. والكلام ده حصل الوقت يا جماعة. أول ما شفت كلمة انفلونزا الخنازير مكتوبة افتكرت من 4 سنين الكلام اللي كان بيتقال، قلت سبحانك يا رب، سبحان الملك في الرسائل اللي بتيجي يوم ورا يوم. يا جماعة ما فيش مرض اسمه انفلونزا الخنازير أصلا. قال لا يعني مش موجود؟ لا موجود. أمال يعني ما فيش مرض اسمه انفلونزا الخنازير؟ ليه نسب للخنازير؟ الخنزير ده الفندق ال5 نجوم اللي تقضى فيه شهر العسل ما بين فيروس انفلونزا الإنسان وفيروس انفلونزا الطيور. فيروس انفلونزا الطيور فيروس مبيد قاتل ولكن بينتشر بصعوبة. فيروس انفلونزا الانسان فيروس سهل ولكن بينتشر بسهولة. الاتنين اتجوزوا جوه الخنزير اللي بينتشر من خلاله 40 نوع من انواع الاوبئة غير فيروس انفلونزا الخنزير. الجديد نتج وحش جديد، فيروس جديد، جندي جديد من جنود ربنا سبحانه وتعالى. ما كانش حد عارف، ما كانش حد يعرف عنه اي شيء. وحش جديد وجندي جديد خد من انفلونزا الانسان سرعة الانتشار الرهيبة وخد من انفلونزا الطيور القتل والإبادة. وطلع الجندي الجديد والوحش الجديد وبدأ العالم كله في رعب وهلع. الناس مرعوبة، ده عطسة واحدة من خنزير تبيت بلد. طب يا ترى الوباء هيجي منين؟ هيجي من الخنازير ولا طب نبيتها؟ ولا هيجي من عمال القمامة اللي بيودوا لها الزبالة اللي هي بتاكلها؟ ولا هيجي من البشر؟ ما بقى بيتنام من بشر. ولا هيجي وطبعا لا عدوى ولا طائرة، ده كل حاجة بقدر الله. ولا هيجي من الطيور؟ ولا هيجي منين؟ ما بقى له مصادر كتير، ما عادش زي زمان هو بينتشر بسهولة. الأمم المتحدة ومنظمة الصحة مرعوبين، رفعوا درجة الحظر للدرجة الرابعة. ممنوع سينمات، ممنوع مسارح، هي حرام بس مش مشكلة يعني على قولهم. ممنوع مدارس، ممنوع تجمع، ممنوع النشاطات التجمعية في الحياة كلها تقف شوية. ومن يومين رفعوا درجة الحظر للدرجة الخامسة. ممنوع خروج برا الدول او دخول منها، حجر صحي على الدول اللي فيها خطر شديد. ممنوع خروج برا الحدود او دخول منها. الناس مرعوبة، بتوع التاريخ مرعوبين، بيقولك ده في فيروس شبه الفيروس ده جه سنة 1900 في بداية القرن اللي فات من حوالي 90 سنة وموت ملايين الناس في القارات الستة. الحكومات مرعوبة، إذا كانت أمريكا وأوروبا مش عارفين يسيطروا على الفيروس ده، أمال الدول النامية اللي زينا لو جه فيها هيعمل فيها إيه؟ هيعمل إيه في البلاد؟ والأطباء مرعوبين، ده إحنا بنتعامل مع كائن مش عارفين عنه حاجة، ما شفناهوش قبل كده، ما فيش حد اتكلم عنه قبل كده لأنه جندي جديد، جندي لسه نازل من خزائن جنود الملك، حدش يعرف عنه أي حاجة، ولا يعرف هو بيموت إزاي، ولا لو واحد عاش شوية هيبقى تأثيراته عليه إيه؟ الناس في هلع ورعب وفزع. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. يعني ايه ايات مفصلات؟ العلماء قالوا يعني بينها وبين بعضها فواصل، يعني يجي الايه إيه انتبهت ولا لا؟ معرفتوش تقروها؟ طب خدوا الرساله اللي بعدها. معرفتوش؟ طب خدوا اللي بعدها. ولسه ايات مفصلات يا امه محمد، كل شويه بتيجي ايه بينها وبين الثانيه فاصله. الاول تلاقي الزلزال ما اتبعتوش، يجي جنون البقر، ها الحمى القلعيه، وبعدين فيروس الايدز، وبعد كده الايبولا، وبعد كده انفلونزا الطيور، وبعد كده صخره الدويقه، الغلاء، البطاله، العنوسة، انفلونزا الخنازير. ولسه يا ما هنشوف اللي بيحصل ده تبع قول الله. وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها. بس مين اللي بينتبه؟ المرة اللي فاتت في تفسير سورة القمر، أنا المرة دي وقفت السلسلة عشان هذا الحدث الخطير اللي حصل في تفسير سورة القمر. قلت لكم فهل من مدكر؟ محدش عايز يفوق ليه؟ محدش عايز يفهم ليه؟ محدش عايز يترجم الرسائل المتوالية ليه؟ ليه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ انفلونزا الخنازير رسالة لكل شاب ماشي في طريق المعصية. انت ما
مخنوق يا حبيبي، تعبان، مكتئب، السكك متقفله في وشك، الدنيا اسودت. ولسه يا متبرجه رساله ليكي، انت لسه شفت حاجه؟ انت بقالك كذا سنه ما اتجوزتيش، انت لسه تعبانه؟ انت ده لسه رساله للبنات اللي واقفين طوابير من الوقت على محلات البضيهات، اللبس الرسمي بتاع الحجاب دلوقتي بقى طرحه وبادي، ده اللبس الرسمي، واقفين عشان الصيف جاي، انتوا يعني مبسوطين من اللي انتوا فيه؟ طب لسه، ده انتوا لسه ياما هتشوفوا. رساله للامه كلها، انتوا لسه ما شفتوش حاجه. لما المسلمين بعتوا ربعي بن عامر لرستم بتاع الفرس، بعتوا له ربعي ليه؟ ربعي بن عامر دخل قطع له السجاجيد وحط الرمح بتاعه في الارض، بيقولوا له ده واحد من جيش ورا، كل الجيش زيه، خد بالك ده واحد ولسه اهو فيروس انفلونزا الخنازير، ده كده، ده جندي من جيوش مجيشه من جنود الله. انتوا فاكرين ان دي الحرب؟ انتوا فاكرين ان دي انتقام المعاصي؟ اللي يقول ان ده انتقام المعاصي ما يعرفش ربنا، ده بس جندي مرسل للتحذير. لما الانتقام بيجي ما يبقاش كده، لسه طول ما البنوك الربويه محطوطه وسطنا والربا بيتعامل بيه في المجتمع عادي، لسه يا ما هنشوف. طول ما انت سايب بنتك تمشي متبرجه ونازله في الشارع بمنظر بنت ابو لهب لو كان شافها نازله بيه كان قتلها، بنت ابو جهل لو كان شافها نازله بيه كانت برأ منها، بنت عقبه بن ابو معاذ، طول ما انت سايب بنتك ماشيه بالمنظر ده وساب القنوات اللي اياها شغاله في بيتك كده، البيت فيه خنقه وفيه ضيق وكارهين بعض وابنك اتمرض عليك، ولسه يا ما هنشوف، ده احنا لسه ما شفناش حاجه، لسه يا جماعه، لسه طول ما مناهج التعليم قاعده تتغير ونشيل خيركم من تعلم القران وعلمه، ليه ما نعلمش الطلبه ان خيرنا من تعلم القران وعلمه؟ طول ما الاعلام بتاعنا بالمنظر ده لسه كتير، يا ده يتغير يا لسه الايات المفصلات مش هتروح، مش هتنتهي لغايه ما نتغير يا جماعه. طول ما الملتزمين نايمين لي في العسل، كأن اللي بيتحارب ده مش دينهم، وكأن اللي بتنتهك حرماته ويعصى ده مش ربهم، وكأن اللي بيتشتم ده مش نبيهم. لسه طول ما الملتزمات بتتجوز وتقعد في بيوتها تنسى الدين وتنسى القرآن وحفظه وتحفيظه ودروس العلم، لسه طول ما الملتزمين اول ما بيجيله شغلانه يتشغل فيها بينسى الدين والدعوه، لسه طول ما الامه بالمنظر ده لسه ياما هنشوف يا جماعه. وصلنا لايه؟ احنا نستاهل اللي بيحصل ده ولا ما نستاهلوش؟ انتوا رايكم ايه؟ رايكم موقف بسيط جدا حصل في مستشفى الطوارئ، بسيط جدا، عيان داخل بيموت، الدكتور اللي المفروض يستلمه مش راضي يستلمه، الدكتور اللي تخصصه مش راضي يستلمه، انا مش هستلمه، ده حاله متعبه وهتقرفني وهيسهرني، الراجل بيموت، فين الامانه؟ الدكتور الاكبر منه، لما الناس اشتكت بقى جه الدكتور الاكبر منه، فبيقول للدكتور الصغير بيقول له انت ورقك سليم؟ قال له ايوه، قال له يبقى العيان يولع. ايه القتل ده؟ احنا بقينا دكاتره ولا قتله؟ يبقى العيان يولع، فين الامانه؟ ده موقف زي ده لما يحصل وسطنا ده بيعبر عن الف والف والف موقف يا جماعه. دبي الوقت بتنهار، دبي اللي كانت رمز للنمو الاقتصادي اللي جايين منها بعد طرد الالاف منها بسبب التدهور الاقتصادي، بيقول لك المطار مليان مئات العربيات، ليه؟ كل واحد اشترى بالربا، لان الدنيا هناك قائمه على الربا، اشترى بالربا عربيه من بنك ما عرفش يسدد اقساطها، رماها للبنك في المطار ورجع بلده اول ما طردوه. تونس لما كانوا لغايه الوقت اللي بتلبس حجاب في المصالح الحكوميه بيقبض عليها رسميا، يقبض عليها كانها مجرمه، كانها فعلت جريمه، مش لبس امهات المؤمنين، هم اللي تلبس نقاب انك تعمل فيها ايه بقى في المصالح الحكوميه؟ يا جماعه وصلنا لايه؟ في مؤتمر في اوروبا في فرنسا في مكافحه الامراض اللي بتيجي بسبب العلاقات السيئه يعني، فقام دكتور مسلم قال كل العلاقات دي بتيجي بسبب عدم الالتزام بتعاليم الاسلام، والاسلام هو الحل. قام رئيس المؤتمر قال له انت بتقول ايه؟ ده انا 98% من مرضايا مسلمين. نائب رئيس المؤتمر قال له انا زيه، انا معظم المرضى بتاع المسلمين، انت بتتكلم في ايه؟ احنا نستاهل ولا لا؟ اما يبقى بلد من بلاد المسلمين فيها 5000 راقصه، دخل الراقصه شهريا 36000 دولار، منين؟ وازاي؟ ازاي؟ لما يبقى بلدنا 300 مليون دولار اتصرفوا في موسم واحد، في صيف واحد على فساتين السواري بتاعت الافراح، لما يبقى افخم 100 يخت في العالم 25 منهم بيملكهم اثرياء عرب، 8 يخت واحد ينشر الاسلام في افريقيا كلها، حفت وردم جاي رايح ورايح جاي، اما نبقى بالوضع ده نستاهل ولا ما نستاهلش؟ لما الكافر يقع في الزنا كافر، انما لما المسلم يعمل كده، لما تشوف منظر سفينه ماشيه في النيل
في بلادنا ومشغلين اغاني وممكن يكون فيها فقرات راقصه وممكن يكون فيها فجور وعري وتبص يا جماعه ده انتوا ماشيين على الميه، ده السفينه دي لو مالت شويه نصكم هيموت حالا اهو. انتوا ايه الغرور في الله ده؟ ده احنا رساله تحديث اللي وصلتنا من ربنا في السنين اللي فاتت لو كانت وصلتنا من امريكا كان زماننا دلوقتي في المخابئ من شده الخوف والرعب. احنا مش خايفين من ربنا ليه؟ مش راضيين نصدق ان ربنا بيهددنا ليه؟ مش راضيين نصدق ان احنا بقينا تحت التهديد الرباني المباشر ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه وصلنا لهذه الدرجه؟ ليه وصلنا لهذا التبلد؟ شويه يقول لك الحق الحقوا اللحمه، ايه ده جيب جنون البقر فيها، يا نهار ابيض بلاش لحمه، الحقوا اللحمه ايه ده جه حمى قلعيه، شويه طب نقلب على الفراخ الحقوا الفراخ انفلونزا الطيور، شويه الحقوا السمك الميه نزل فيها مش عارف ايه والسمك كله، شويه الحقوا الهواء بقى مليان مواد مسممه مفيش سبب للسرطان الوقت مش موجود في الهواء، شويه الحقوا الميه الميه تلوثت والاملاح بتتراكم في الكلى وبقت اكبر مصدر للفشل الكلوي عندنا، شويه الحقوا الاكل والمعلبات بقى كل اسباب السرطان موجوده في المواد اللي بتحفظه، الحقوا سبحان الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، ظهر الفساد في الزرع والثمار بما كسبت ايدي الناس، ظهر الفساد في الهواء والماء بما كسبت ايدي الناس، ظهر الفساد في اللحوم والدواجن بما كسبت ايدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، زي ما ربنا بيقول وتاتون في ناديكم المنكر في ناديكم وسط النادي وسط الناس كلها، احنا بقى التبرج في الدنيا كلها علني، بقى العري والسفور في النوادي كلها علني، بقى الربا في الشوارع علني، وتأتون في ناديكم المنكر، طول ما تأتون في ناديكم المنكر ولسه اللي بيحصل ده رسالة لكل واحد ماشي في طريق المعصية، ولكل واحدة ماشية في طريق المعصية، والكل والأمة كلها طول ما ماشية في طريق المعصية، احنا لسه ما شفناش حاجة يا جماعة. حتى الان ما شفناش حاجه. ولنذيقنهم من العذاب الادنى، لنذيقنهم من وقوع صخور الجبال بتاعه المقطم والدويقه، لنذيقنهم من فيروسات الايبولا والايدز وانفلونزا الطيور والخنازير، ولنذيقنهم من الفقر والبطاله والعنوسه والفساد، ولنذيقنهم من تلوث الجو وارتفاع حراره الجو وقله الامطار وضيق الرزق وغلاء الاسعار، ولنذيقنهم من جنون البقر والحمى القلعيه وتلوث الاطعمه اللي هم بياكلوها، ولنذيقنهم من الزلازل والبراكين والتسونامي وزلزال القاهرة الأول والثاني، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ربنا بيقول لك ولسه ده لسه في عذاب أكبر يوم القيامة، لعلهم يرجعون، يمكن يرجعوا لربنا، يمكن يتوبوا لربنا، يمكن حد يفوق، يمكن حد ينتبه، يمكن حد يشخص الرسالة صح يا جماعة، يمكن حد يفوق. أنا مش عارف أبدأ منين، أنا لغاية الوقت أنا عايز أكلمكم عن إحنا في خطر دلوقتي، إحنا دلوقتي أندر أتاك، إحنا دلوقتي في إنفلونزا خنازير في وباء خطير، خطير جدا بدأ ينتشر والله أعلم بكرة هيبقى فيه إيه، وبعده هيبقى فيه إيه، خايفين من الموت؟ ما تخافش من الموت يا حبيبي، معاذ بن جبل لما جاله الطاعون في إيديه بقى بيقبله ويقول اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل. المسلم ما بيخافش، المسلم بيحب ربنا وبيحب يلقى ربنا، بس بيحب يلقى ربنا على طاعه. قضيتنا الوقت ان احنا نفوق، قضيتنا الوقت ان احنا نتجرد من الجرائم اللي نزل بسببها المعاصي دي. بعد كده انا نفسي اقابل ربنا النهارده قبل بكره، انا نفسي اقابل ربنا اللحظه دي قبل بعد كده، اقابل ربنا ولا اقعد قدام الناس، اقابل ربنا ولا ارجع اقابل مراتي واولادي. مين الاغلى ومين الاعظم ومين الاحق في قلبك بحبك ولا ولاءك وشوقك؟ سبحان الملك. احد يعني احد الدعاة الفضلاء كان سافر نيجيريا، ففي مثلث شركي هناك ما بين الدول الافريقيه وبعضها، فبيقول لي راح مع 2 من الاطباء عشان يدعوا احدى القنابل القبائل الوثنيه هناك، فراحوا قعدوا يكشفوا عليهم كشوفات يعني ايه مجانيه، وخدوا ب $50 هدايا وادويه و وبعد الظهر قاموا مصلين قدام الناس يعني عادي في المكان اللي هم فيه، صلوا الظهر وبعد كده جمعوا العصر وجايين يركبوا ويمشوا. بيقول لي لقيت رئيس القبيله بينادينا، فاحنا قلنا احنا هندعوهم بالاخلاق بس مش هنتكلم، لقيته بينادينا، فالمترجم بيترجم ما بينهم فبيقول له انتوا اللي انتوا بتعملوه ده انا جاي في قلبي ان انتوا تبع اللي فوق في السماء، انا حاسس ان انتوا تبعوا، احنا جالنا ناس بنولنا الكنيسه دي كنيسه بالبوص كده وقالوا لنا لو انتوا صليتوا فيها ندوكوا مبالغ كبيره وهنعملها لكم كنيسه كبيره، بس انا حاسس انهم مش تبع اللي فوق في السماء، انا حاسس ان انتوا اللي قلبي استريح لكم، انا هبعت معاكم ابني يتعلم لغتكم ويتعلم كل اللي انتوا بتعملوه ويجي يعلم الناس ده كلها الدين بتاعكم عشان كلنا نبقى تبعكم. قلت سبحان الله، هو بيحكي لي دي بنفسه جزاه الله كل خير، وبيحكي لي دي بنفسه، انا قلت سبحان
سبحان الله يا جماعه، سبحان الله، ده الراجل زياره انقذت قريه وثنيه كامله يا اخواني. وبعدين يا جماعه، وبعدين احنا مجرمين في حق الوثنيين اللي على وجه الارض، مجرمين في حق الافارقه، الافارقه الغير مسلمين اللي سايبين التنصير ينهشهم، مجرمين في حق 5 مليار كافر على وجه الكره الارضيه. انتوا عارفين ليه احنا بنبتلى؟ دي من ضمن الجرائم. واللي مش فاهم ان دي من ضمن الجرائم، اللي مش فاهم ان احنا سايبين الناس تموت على الكفر وتموت على الشرك واحنا قاعدين مشغولين في الاكل والشرب وفتن النساء، اللي مش فاهم ان دي جرائم يبقى مش فاهم الاسلام ولا عارف ربنا ومحتاج يقرا القران من تاني. كل ده ولسه انا عايز اقول لكم دلوقتي ان كل ده عذاب الدنيا. طب عذاب الاخره، انفلونزا الخنازير ده عرض من اعراض المرض الاعظم اللي هيصيب كل انسان عاصي لله ساعه ما يقابل ربنا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه: وقد اتيناك من لدنا ذكرى. احنا دلوقتي بنتكلم في القران، انا دلوقتي بكلمك في كلام ربنا، انا دلوقتي بتبع قول الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقران ده اهو، جاهد اهل الباطل بده، جاهد العلمانيين بده، جاهد الملحدين بده، جاهد صناع الشهوات وعباد الشهوات بده، جاهدهم لغايه ما تقضي عليهم بده. انا الوقت بادي دوري كداعيه ان انا من خلال كلام ربنا بجاهد اهل الشهوات، انا من خلال كلام ربنا بشيل الامانه اللي في رقبتي وبعرف الناس احنا هيحصل لنا ايه لو ما فوقناش. وقد اتيناك من لدنا ذكرى في اخر سوره طه. اتيناك ده يعني القران ده كنز، القران ده اتيناك، القران ده كان كنز، كنز ما حدش داري بيه وربنا اداهولنا. اتيناك من لدنا ذكرى من اعرض عنه، اللي هيعرض عنه، اللي مش هيطبق تعليمه، اللي مش هيطبق اوامره زي المجتمع الوقت ما بيطبقش. ايه اللي جاب في بلدنا 400 الف خنزير؟ ده الخنازير تجارتها محرمه اصلا. ايه اللي جاب في بلدنا ده؟ ايه اللي خلانا نوصل للدرجه ديت؟ وقد من اعرض عنه. لو الامه فضلت معرضه عن القران، الشباب مش راضي يحفظه، والبنات مش راضيه تفهمه، والرجاله مش راضيه تاكلوه، والناس مش راضيه تطبقه وتحكم شريعته. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا، شيله على رقبته، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامه حملا. ساء لهم ازاي؟ يعني تخيل لو حرام اتقبض عليه وبيسرق تلفزيونات وغسالات، شيلوها كلها على رقبته، وقف في اسم البوليس كل ما ظابط يعدي، ايه اللي هو شايله ده؟ ده السرقه اللي كان بيسرقها. يجي واحد تاني يعدي، ايه مين ده؟ ده حرامي اتظبط بالحاجات ديت. يجي واحد تاني يعدي، ايه ده؟ ده نصاب اتظبط بالسرقه دهيت. ده يلطش فيه وده يشتمه وده يهزق فيه، بقى المهزقه بتاعت المكان كله. وساء لهم يوم القيامه حملة، يوم القيامه يطلع شايل اوزاره على ظهره، ده بيشتم فيه وده بيبص له شفرا وده بيسخر منه، بقت فضيحة على الملأ يوم القيامة. زي حرامي اتظبط وهو متلبس فيه، كمين ورا كمين ورا كمين. ساء لهم يوم القيامة حملا. ربنا سبحانه وتعالى بينبه أمة محمد كلها فوقهم. القرآن ده له ثمن، انت دفعت ايه من ثمنه؟ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ربنا بيقول لك اللي هيعرض عن القران ده، اللي مش هيرضى يتبعه، اللي مش هيرضى يصدقه، اللي مش هيرضى يمشي وراه، يوم القيامه يبقى منظر البعث بتاعه شكله ايه؟ يوم ينفخ في الصور. الصور ده يا جماعه اله كانت زمان لما ملك من الملوك بيحب يعلن الحرب على الناس، يعلن حرب على الدول، يقوم ينفخ في هذا الصور. ده اله اعلان حرب اصلا. طب ربنا اختارها ليه واختار الاسم ده؟ عشان يبقى بداية يوم القيامة، لأن يوم القيامة إعلان حرب. إعلان حرب على مين؟ على كل واحد عصى ربنا، على كل واحد انتهك حدود ربنا، على كل واحد حد الله ورسوله، على كل واحد انت ظهر ربنا. اللي عصى ربنا ده بيحارب ربنا، اللي بيعصي ده بيحارب ربنا سبحانه وتعالى. طب ساعة ما بينفخ في الصور احنا نبقى فين؟ تحت التراب، هينشق القبر ونطلع، والملائكة ميتة هتقوم وتقف صفوف لأنه جيش، لأنها معركة، دول صفوف الجيش. طب والكون كله لما ينفع يسمع النفخة، الكون كله هيعلم ان التسخير اتنزع منك ومنك، ان خلاص ما عادش في شيء في الكون مسخر عليكي، كل حاجه هتنقلب على ابن ادم في هذه اللحظه. يوم ينفخ في الصور، ده حرب بحق وحقيقه. زي الوقت الايدز والانفلونزا الخنازير، ما دي حرب، ما انفلونزا الخنازير ده اهو سلاح من الاسلحه بدا يسلط علينا اهوت. يبقى دي حرب بدات يا جماعه. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. المجرمين في ناس هتعامل مننا معامله المجرمين يوم القيامه، ربنا يعافينا. يحشروا يعني هيتجمعوا مع بعض، هيبقوا زرق ازاي؟ يعني ايه زرق؟ العلماء يقول لك يعني زرق العيون، يعني ايه؟ يعني عينين خضراء وزرقاء ولبني. لا، ده في مرض في الطب اسمه المايه البيضاء، ومرض تاني اشد منه اسمه المايه الزرقاء. المايه الزرقاء ديت بتجيب بعد كده عمى، لو ما اتعالجتش ربنا يعافي كل مرضى المسلمين يا رب، اللهم امين يا رب. ممكن يعني
فالميه الزرقاء دي يعني معناها يحشروا عمي يوم القيامه، هيطلعوا معميين يوم القيامه. بعض العلماء قال لك لا، ده بتاع الميه الزرقاء ده لما بيطلع بيبقى لسه بيشوف شويه، بعد كده البصر يروح، يعني اول ما يطلع من تحت القبر هيشوف كل اللي بيعدي ليه، بعد كده يتعمج، فيبقى كل الاهوال اللي شافها دي وما عادش شايف الا هيصيبه منها بعد كده، رعب رهيب. بعض العلماء قال زرق الشفاء والعيون من شده العطش، زرق الوجوه من شده الكرب والفزع، زرق الاجسام، الجسم الازرق ده لون، ده لون الحرق اللي بيتحرق جسمه بيبقى لون جسمه ازرق، زرق الاجسام، الانسان لما بيترقب اطراف ايديه ورجليه بتنقبض فبتزرق ايديه ورجليه من شده الرعب، ده جسمه كله بينقبض فبيزرق من شده الرعب والهول الرهيب. الخمر في اللغه اسمها الزرقاء، زرق العقول، مخمور العقول، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تخيل المنظر ده، واحد عينيه زرقاء، وشه ازرق، شفايفه زرقاء، دماغه مخموره، جسمه ازرق، ايه المنظر؟ اعمى، معمي، ايه المنظر ده؟ ده منظر بعث اللي قرر القران، منظر بعث اللي بعده عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، اللي اعرضوا عن كلام ربنا، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، عشان نعرف منظر بعث، اللي من امه محمد مش هيرضى يستجيب لله، اللي من امه محمد مش هيرضى يفوق، انفلونزا خنازير ايه؟ هي دي تيجي ايه في اللي انا بتكلم فيه دلوقتي؟ يتخافتون بينهم. إن لبستم إلا 10 يتخافتون، يعني ده بيوطي صوته وده بيوطي صوته، بيوطي صوتهم خالص ليه؟ مرعوبين، أحسن حد منهم صوته يطلع الملائكة تنتبه لي أكتر، زي مجموعة من المجرمين مقتضين للحبس، فكل واحد بيتكلم بصوت واطي خايف أحسن صوته يطلع، الجنود ينتبهوا ليه يضربوه أكتر، زائد مرعوبين مش قادرين صوتهم يطلع، يتخافتون بينهم، إن لبستم إلا 10 يعني إيه؟ أنتوا نمتوا في القبر قد إيه؟ أنتوا قعدتوا في القبر 10 ليالي ولا 10 ايام ولا ايه؟ قعدتوا قد ايه؟ طب هو ده معقول؟ هو ممكن واحد يطلع من تحت التراب بعد ما لقى سواد وبعد كده انشق القبر وبعد كده طلع ولقى الناس بتطلع على يمينه وشماله ولقى النار بتنزل، لما واحد يشوف المنظر ده هيفكر في اللي جاي ولا في اللي راح؟ هيفكر في اللي لسه مستنيه ولا في اللي كان فيه؟ انا نمت في القبر قد ايه؟ ده سؤال عن الماضي، المفروض ان هو مفزوع من اللي جاي، امتى انسان في الموقف الرهيب ده يسال سؤال زي ده؟ عارفين امتى؟ لو انت نمت في العصر الحجري والناس لبسها زي لبس العصر الحجري والناس بتستخدم الاحجار، نمت صحيت لقيت نفسك في عصر الذره، طيارات وبراج وصواريخ وموبايلات وعربيات وعمارات، اول حاجه هتقولها ايه؟ هو كل ده حصل امتى؟ هو انا نمت قد ايه؟ انا نمت قد ايه عشان كل حاجه تتقلب كده؟ يبقى السؤال ده سؤال واحد صح، لا كل حاجه مقلوبه، فهو مذهول من الانقلاب. ايه ده؟ هو فين الشمس وفين القمر وفين السماء فين الجبال وفين الانهار فين الارض فين النجوم فين معالم الحياه اللي احنا اللي مت عليها فين؟ والملائكه مليارات الملائكه دي كانت فين؟ كانت مستخبيه فين؟ والمسلمين المؤمنين المستضعفين اللي خلاهم على منابر من نور، واحنا مال جسمنا بقى الشكل ده؟ ومالنا بقى اللي عاملين كده ليه؟ احنا ايه اللي قلب الوضع ده؟ ايه اللي عمل الانقلاب الرهيب ده؟ ان لبستم الا 10 سؤال ناس مذهوله من الانقلاب اللي حصل في اوضاعها. ان لبستم الا 10 ممكن تكون برضو على مده الدنيا، انتوا قعدتوا في الدنيا قد ايه؟ 10 ليالي، تخيلي الوقت عرض ليكي 10 ليالي في سان فرانسيسكو او في تركيا او في اعظم منتجع سياحي من المنتجعات السياحيه في العالم، 10 ليالي اعمل فيها اللي انت عايزه، اللي انت عايزه، بس بعدها في حساب وعذاب. يبقى انت رايك ايه فيها؟ ايه الدنيا يا جماعه؟ ماسكين في الدنيا ليه؟ المجتمع بيتقلب مع كل ازمه من ازمات الدنيا ليه؟ ايه اللي مخلينا متعلقين باللي الرسول قال عليه عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يوصف قصرها؟ قال الدنيا ظل زائل، يعني حاجه بتروح في في دقايق. ايه اللي خلينا متمسكين بالملعون الملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما او متعلما؟ اللي مخلينا متمسكين باللي الرسول قال عليها جدي اسك خروف ميت معفن ناكله ازاي؟ ده الناس شايفه الوقت مناظر الخنازير في التلفزيونات، الناس بترجع من مناظرها، ما بالك لو دي لحمه معفنه بقى وانت بتاكلها تاكلها ازاي؟ الرسول لما اراد ان يوصف حقاره الدنيا قال ده جناح بعوضه، احد يعني الاخوه اللي في الدعوه جاله عقد عمل بحوالي 15,000 جنيه بره، فمرضاش عشان يستمر في صغره في الدعوه ويدعو الناس ويدعو الى الله وينور للناس طريقه، فبقول له انت مش يعني مش زعلان على انك انت؟ قال لي وفي حد يزعل على جناح بعوضه؟ احنا عايزين
ايه؟ عايزين ايه بعد ما الرسول وصف الدنيا بكل الاوصاف دي عليه الصلاه والسلام؟ بعد ما الرسول قال عليها ملعونه وحقيره ومتعفنه وزائله، ايه اللي لسه ممسكنا في الدنيا؟ ايه اللي لسه معلقنا بيها؟ ايه اللي لسه محزنك عليها؟ ايه اللي لسه مخوفك فيها؟ ايه اللي لسه مخليكي متمسكه بيها؟ يا جماعه عايزين نفوق يا اخوانا، الرسائل اللي جايه من ربنا دي كلها ما تفوقناش، ازاي؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي كل اللي حوالينا ديت من رسائل التذكير والايقاظ من ربنا ما فوقتناش وما فهمتناش؟ ده احنا متاخرين قوي قوي عن المستوى اللي القران عايزنا ان احنا نبقى فيه. إن لبستم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما. أمثلهم طريقة هنا مش معناها الذكي الفهيم اللي فيهم، لا، دي كلهم أغبياء وكلهم جهلة وكلهم مش فاهمين حاجة. أمال ربنا بيقول أمثلهم طريقة ليه؟ سخرية، سخرية واستهزاء، ده كلهم أغبياء، كلهم ضيعوا أمرهم، كلهم مشوا في الطريق غلط، كلهم ضيعوا مصيرهم. إن لبستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. يسألونك عن الجبال، هما بيسألوا عن الجبال ليه؟ يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، نعم، عايزين ايه؟ انت بتقول الوقت ان يوم القيامة في زلازل، وزلازل رهيبة، طب الوقت زلازل الدنيا ما بتيجي بتوقع البيوت بتوقع العمارات، انما ما توقعش الجبال. عمركم سمعتوا ان في جبل وقع في زلزال؟ جبال الهيمالايا اللي 9000 متر فوق الارض و24000 متر تحت الارض، زلزال ايه اللي يوقعها دي؟ مش هتقع الجبال، مش هتقع بالزلازل اللي انت بتتكلم عنها. يعني عايزين ايه؟ انت مش بتقول لنا ان يوم القيامه هيبقى حر رهيب والشمس هتدنو من الرؤوس قدر ميل والناس هتغرق في عرقها من شده الحر؟ احنا بقى الجبال فيها اكنان وظلالها نهرب ليها. انت مش بتقول لنا ان يوم القيامه عطش رهيب والحلوق هتتمزق من شده العطش؟ الجبال مليانه عيون متفجره منها، هنهرب ليها ونشرب منها. انت مش بتقول لنا ان في ملائكه هتقبض علينا وتقتدنا المكان الحشر، وبعد كده ملائكه تقتدنا للعرض على الله، وبعد كده لو ربنا قال خذوه فغلوه 70,000 ملك يقتدوا العبد للنار والعياذ بالله؟ ايوه، الجبال فيها الاف المغارات والكهوف هنهرب نلوذ بيها. انا لو حد في الدنيا جري ورايا انا ههرب للجبال، انا يوميها ههرب للجبال. يسالونك عن الجبال، الجبال زلازل الساعه مش هتاثر فيها وفيها المامن من كل اللي انت قاعد تقول عليه ده. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. نسفا ليه؟ عشان نسف بحقه حقيقي، اوعى تفتكر انه نسف مجازي. مش انا قلت لكم من شويه يوم ينفخ في الصور انها حرب؟ ادي الفاظ حرب اهو، النسف والتفجير والقذائف دي كلها الفاظ حرب. ربنا بيقول لك انه يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي. ايش معنى كلمة ربي؟ ولله مثل أعلى، يعني لما تقول ايه؟ أنا أبويا أنت ما تعرفش يقدر يعمل ايه؟ ويقدر يشتري ايه؟ وبخطة قلم منه ولا إمضة منه يقدر يغير ايه ويحول ايه ويعين مين؟ أهو ربي. أنت عارف قدرة ربنا قد ايه؟ أنت عارف قدرة ربنا قد ايه؟ قدرة ايه يا جماعة اللي تنسف الجبال نسف؟ يا جماعة النسف في اللغة هو الإزالة الفورية للشيء مع تفتيته، يعني المبنى لو مبنى اتنسف معناها إن في لحظة بيباد. والصخور الكبيره اللي فيه بتبقى ذرات تراب هباء منبث في الهواء. تخيلوا الجبال تتنسف، ده الجبال دي فيها مخزون اليورانيوم اللي في العالم ومخزون المعادن اللي في العالم، لما الكلام ده يتنسف هيعمل ايه؟ وفيها صخور لما تبقى هباء منبث عواصف رمليه رهيبه هيبقى شكلها ايه؟ ده جبل الطور لما ربنا اراد انه يرعب بني اسرائيل رفعوا فوقيهم لما اراد انه يزلزل قلوبهم. امال لما يتنسف جبل الطور هيبقى الوضع شكله ايه؟ هيبقى الحاله شكلها ايه؟ احنا خايفين من ايه وسايبين ايه؟ احنا قاعدين نتكلم عن انفلونزا طيور وانفلونزا خنازير، كل دي رسائل ربنا بيقول لنا انا مش باعتها لكم عشان تخافوا من انفلونزا الخنازير، انا باعتها لك عشان تخاف من رب هذا المرض وتخاف من عقوبته في الاخره وتخاف من اللحظه اللي انت هتقف من ايديه وميها وتخاف من يوم تنسف الجبال فيه نسف. لما الجبال تتنسف، ده القنابل النوويه والترسانه النوويه بتاعت امريكا كلها لو نزلت على جبال الهيمالايا مش هتنسفها يا جماعه. قوه ايه اللي هتنسف الجبال اللي في العالم؟ ويا ترى هيحصل لنا ايه لما الجبال دي تتنسف نسف؟ هيحصل لنا ايه؟ وهيبقى الوضع شكله ايه؟
عايزين نفكر يا اخواني. ويسألونك عن الجبال فقل، فا الآية الوحيدة من آيات يسألونك في القرآن اللي جي قبل قل فا فقل ليه، كأن ربنا بيقول له فوقهم، رد عليهم، صحيهم، ايقظهم، هزهم، زلزلهم، قومهم، انقذهم من الضلال اللي هم فيه، فوقهم من الغيبوبة اللي هم فيها. فقل ينسفها ربي نسفا. يعني ايه ينسفها ربي نسفا؟ يعني الجبال يا جماعة يعني مفيش ولا امل في الظل يوميها الا في ظل عرش الله، مفيش ولا امل في المية والشرب يوميها الا من ايد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مفيش ولا امل يوميها في الامان الا وسط ملائكة الرحمة، مفيش امل في اي شيء الا برحمة الله يوميها. ويسألونك عن الجبال جايبه نفس صدره، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفة. القاع هو الصحراء، مفرد كلمة قيعة كسراب بقيعة، القاع اللي هي الصحراء والصفصف اللي هو الصحراء، يعني كأن الدنيا سفلتت. طب ليه ربنا بيعمل كده ليه؟ عارفين يا جماعة عشان يتحقق قول الله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم هم بارزون يعني ايه؟ يعني انا لو قاعد قدام الوقت 5000 واحد، انا اللي قاعدين قدام انا شايفهم كويس، شايف جسمهم كله، ولكن اللي قاعد ورا انا مش شايف غير راسه لان جسمه مستخبي بجسم اللي قدامه. انما بارزون يعني 6 مليار بني ادم، قول 60 مليار بني ادم يومها واقفين، كل واحد من مفرق راسه الاخمص قدمه باين، كلك مكشوف قدام ربنا ظاهرا وباطنا، بارز قدام ربنا، تستخبى فين؟ هتروح فين؟ فذروها قاعا صفصفا زي الصحراء لا ترى فيها عوجا ولا لا امتى، لا فيها حاجه مرتفعه ولا منخفضه ولا امتى. الامتى المكان اللي بيقصد، اللي بيقصد عايز تشرب مفيش مكان تشرب منه، هموت من العطش مفيش، عايز ظل مفيش، عايز امان مفيش، مفيش امتى، مفيش مكان يقصد لاي شيء، مفيش مكان مرتفع تستظل بظله ولا مكان منخفض تستخبى فيه، مفيش. لا ترى فيها عوجا ولا امتى يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. يومئذ يتبعون الداعي، يعني في الدنيا ابن آدم كان ماشي معوج، في الدنيا ابن آدم ما كانش راضي يسمع كلام، في الدنيا ما كانش راضي يمشي مستقيم، في الدنيا ما كانش راضي يتبع، ما كانش راضي يتبع كلام ربنا. النهارده يتبعون، النهارده ما عادش في عوج، لا عوج له، ما حدش بيبص يمين ولا شمال، ما حدش بيبص وراه، ما حدش بيقدم رجل ويأخر رجل، حدش قادر ينطق، حدش قادر يتنفس، حدش قادر يعمل حاجه. يومئذ يتبعون الداعي ليه؟ لان القنبله اللي انفجرت من الجبال عرفت الناس مين ربنا وايه قدره ربنا، فما عادش حد، ما عادش حد قادر ينطق ولا قادر يتكلم ولا قادر ان هو يطلع صوت نفسه حتى. لا ترى فيها عوجا ولا امتى. يومئذ يتبعون الداعي اللي بيناديهم عشان يقفوا في مكان الحشر، اللي هينادوا منه للعرض على الله، لا عوج له، كله زي الخط المستقيم زي السهم منطلق. وخشعت الاصوات للرحمن، اول ما الناس اتجمعت في مكان الحشر خشعت الاصوات للرحمن، جلال وهيبه الموقف، جلال الله، الوقت هنبدا نعرض على الله، فلا تسمع الا همسه. الهمس هو الكلام الغير معلوم، غير مفهوم، اللي صدر من مصدر غير معلوم، ما حدش حد قادر ينطق. من شويه كان ربنا بيقول يتخافتون بينهم، من شويه كان في صوت، كان في كلام بس بصوت واطي، لما كان الموقف بس طلع من قبر وملائكه، انما الوقت ده هيبه العرض على الله، ما حدش حد قادر ينطق، ما حدش حد قادر يتكلم، فلا تسمعوا الا همسه. مليارات البشر مع مليارات الملائكه، ما فيش حد قادر يطلع صوته. فخشعت الاصوات، اصوات من اصوات المعذبين، اصوات ملائكة، أصوات الرسل، أصوات الأبرار، أصوات الشهداء، أصوات العصاة، ما عادش حد قادر يتكلم. يا جماعة أشد موقف له هيبة في تاريخ البشرية موقف العرض على الله، أشد موقف له هيبة على الإطلاق، أشد من هيبة الموت وتنازل ملائكة الموت، أشد من هيبة القبر لما الملائكة يجوا يسألوك يحاسبوك، أشد من هيبة البعث لما تلاقي الملائكة جاية تاخدك، أشد من كل ده ساعة العرض على الله. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه. ربنا ما قالش فلا يسمع الا همسه، لا، فلا تسمع. يعني ايه؟ يعني من الوقت المفروض انك تسمع، يعني الكلام ده بيتقال عشان نعيشه. يا امه محمد
يا شباب أمة محمد، يا بنات أمة محمد، يا كل إنسان ربنا قال لك إنك هتتحاسب يوم القيامة، إحنا بنعمل إيه؟ إحنا متأخرين عن ربنا ليه؟ إحنا مش عايزين الغشاوة اللي على عيننا دي تتفتح ليه؟ إحنا واقفين مكاننا ليه؟ 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 إحنا مش عارفين نترجم رسائل ربنا، إحنا مش عايزين نترجم رسائل ربنا، إحنا عايزين نفضل كده ليه؟ ليه عشان إيه؟ في حاجة أفضل من ربنا، حد هيديك أحسن من اللي هيديهولك، في عقوبة أشد من عقوبته لو أنت أردت عنه، في إيه يا جماعة؟ ليه مش عايزين نعيش مع الدار الاخرة بقلوبنا؟ انا وانا بتكلم الوقت عن انفلونزا الخنازير، انا بجيبك للدار الاخرة عشان اقول لك ولسه ده دي انفلونزا خنازير ايه وسط الكلام ده بقى؟ احنا بنتكلم في ايه الوقت يا جماعة؟ مشاكل دنيا ايه كلها وسط الكلام ده يا جماعة؟ احنا عايزين نفوق يا اخواني، عايزين نفوق، عايزين نفوق عشان ما نخسرش الدنيا والاخرة، عايزين نبقى عايزين نعيش مع الاخرة، عايزين قلوبنا تستيقظ، عايزين نعمل زي الصحابة ما كانوا بيقعدوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رؤيا عين. كل يوم لازم ساعة يقعد قدام النبي يسمع عن الجنة والنار، كل يوم لازم يشحن قلبه ساعة عن الجنة والنار، كل يوم لازم يتحط في بيئة إيمان ساعة عشان يتشحن قلبه لازم. احنا مستهترين بقضية الدين ليه؟ مش مقدرين خطورة الدين ليه؟ الامتحانات اللي جاية، سقوط مادة في الامتحانات ربنا يعافي طلبة المسلمين وينجحهم جميعا يا رب في الدنيا والدين يا رب، سقوط مادة في الامتحانات ولا عدم إجابة سؤال من أسئلة القبر. يا جماعة عايزين نفوق، عايزين نوزن الموضوع، عايزين الموضوع يبقى موزون جوانا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. الأرض الخاشعة اللي بقالها سنة مثلا ما نزلش عليها المطر، الأرض نشفت وتشققت والشقوق جرت بالطول والعرض فيها، منظر بيبقى أرض ناشفة مشققة. الصوت الخاشع يا إما الحلق اللي تشقق من كتر العطش، لأن أنت جسمك ده مية أصلا، لما المية بتتبخر وتنزل عرق ما أنت جسمك هيشقق أصلا من كتر العطش، ده حاجة علميا مفروغ منها أصلا، حلوقها تتشقق وتتمزق من كتر العطش. يا اما ان الصوت نفسه خاشع، يعني ان الصوت يا جماعة طالع مرعوش مرتجف مرعوب، الناس مرتعشة بتنتفض وهي بتنطق، فالاصوات طالعة متقطعة محدش عارف يسمع صوت التاني من كتر الارتعاش ومن كتر الارتجاف من هيبة الموقف. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. الشفاعة خدوا بالكم إن احنا في الدنيا بنأمن مستقبلنا في الدنيا، أمن مستقبل عيالك يا حبيبي ابن لهم بيت، وأنت أمن مستقبل عيالك برصيد في البنك، وأنت أمن مستقبلك بالشهادة حلوة تاخدها في إيدك، وأنت أمني مستقبلك بوظيفة أمن مستقبلك. طب مستقبل الآخرة ما بنأمنوش ليه؟ ليه ما بننتبهش لتأمين مستقبل الآخرة ليه؟ ليه يا جماعة؟ أهو الشفاعة دي تأمين مستقبل في الآخرة بإذن الله. ليه؟ هو يعني إيه شفاعة؟ شفاعة يعني أنت لو جيت يوم القيامة ربنا عافينا عليك ذنوب استغفارات رمضان وتوباتك وكل اللي انت عملته ما كفاش انها تتغفر، ذنوبك ما اتغفرتش، ذنوبك لم تغفر بعد كل ده، في ذنوب لسه عليك، الذنوب دي ممنوع حد يدخل الجنه ولسه عليه ذنب واحد، ممنوع ما ينفعش. طب الذنوب دي تتكفر ازاي لو ربنا ما غفرهاش؟ في النار بقى والعياذ بالله. طب وبعدين؟ هنا بقى يجي دور الشفاعه. انا عايزك تتخيل معايا عشان تعرف يعني ايه شفاعة ويعني ايه خطورة الشفاعة وعشان تعيش معايا في خطورة الشفاعة. انا عايزك تتخيل معايا انك انت معلش لدقيقة، تخيل قاسي بس معلش، معلش عيشيه معايا لدقيقة، دقيقة واحدة، تخيل انك انت جيت يوم القيامة طلعت من تحت التراب، الملائكة ادتك صحيفة، فوجئت ان مليانة ذنوب 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 ما اتغفرتش، اقتضت للعرض على الله ربنا ما غفرها لكيش، ما غفرها لكيش يعني ايه؟ يعني خذوه فغلوه. تخيل انك انت رحت تتوزن اعمالك على الميزان كفة السيئات طبت، رحت تعدي من على الصراط ضلمة هتقع في جهنم لو جيت تعدي، الملائكة بدأت تأيد الايدين في الرقبة عشان الاقتياد الى جهنم. تخيل قاسي بس عيشوا معايا، تخيل ان انت الوقت بيتقال لك ادخلوا ابواب جهنم، مش ادخلوا جهنم، ابواب جهنم فيها انواع من العذاب تاني غير اصلا اللي جوه جهنم، عذابات في الاستقبال، استقبال يعني ده لسه حفلات الاستقبال في الاول، ادخلوا ابواب جهنم بيتعذبوا الحاجات اللي فيها. بعد كده تخيل انك انت بتتهوى في النار الوقت بتتهوى بتتهوى، وقعت في وادي زي الوادي الموصوف في سورة المرسلات، وقعت في وادي زي ثلاث شعب، ثلاث جبال من حواليك ما بين كل جبل والتاني فتحة، الثلاث فتحات اللي ما بين الجبال داخل منهم حميم ودخان من النار، والوادي اللي انت فيه نار والجبال نار والنار بترمي بشرر كالقصر من وراء الجبال. تخيل ان في الموقف ده لقيت واحد داخل عليك من بين جبلين، ده ملك جاي بعذاب جديد ولا ده واحد جاي يتعذب معاه في الوادي ده ولا ايه؟ بتقول له انت مين؟ قال لك انا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله، رسول الله اللي جابك هنا يا حبيب الله.
قال لك انا عرفت انك انت بتتعذب، شفعت عند ربنا فيك، ربنا شفعني فيك وجاي اخدك عشان انجيك من اللي انت فيه. قضية الشفاعة يا جماعة قضية خطيرة، قضية الشفاعة قضية خطيرة، بس القضية الاخطر مين اللي هيشفع لك؟ رسول الله يشفع لك ليه؟ سنتك ولبسك وحياتك وسلوكك وعفافك وغض بصرك واجتهادك في الدين بالنسبة لي ايه؟ رسول الله يشفع لك ليه؟ انت عشت على سنته؟ انت جاهدت زي ما هو جاهد؟ انت هو لما شاف الدين بيطعن حارب بحياته كلها، انت عملت ايه لدينك؟ احنا يا جماعة اجرمنا في حق الاسلام يا جماعة، انا بتكلم بصدق، انا مش جاي هنا اخدعكم، انا مش جاي هنا اضحك عليكم، انا مش جاي هنا اكسب ودكم ولا اكسب حبكم وامشي، لا انا جاي هنا ابين دين ربنا. انا واحد ساعي بريد بالظبط، ربنا بعتني برساله زي ما بعت كل الدعاء واي انسان امين على هذه الرساله، انا جاي اوصل لكم رساله، مش وظيفتي ان انا اغير كلامها ولا وظيفتي ان انا اخبي كلمتين منها عشان تقبلوها احسن تفضل، لا انا بوصل الرساله زي ما هي، الحق حق والصح صح، الكلام اللي ربنا بيقوله بمراده زي ما العلماء قالوه، احنا دي وظيفتنا يا جماعه، مش وظيفتي ان انا جاملك ولا اضحك عليك ولا اخبي عنك حقيقه. احنا فين يا جماعه؟ احنا الرسول هيشفع لنا ليه عليه الصلاه والسلام؟ احنا عشنا مجاهدين زي ما هو عاش، الرسول كان مجاهد، الرسول كان داعي، الرسول كان صوام قوام، الرسول كان افضل اخلاق على وجه الارض، الرسول كان قران يمشي على الارض، الرسول كان وصول للرحم عليه الصلاه والسلام، انت ايه من ده؟ انت ايه من ده؟ احنا فين من هذا الكلام؟ احنا فين من هذه الصفات؟ ازاي دينك يطعن وانت ساكت؟ اللي بيحصل في حق الاسلام جريمة والسكوت عليه جريمة، السكوت عليه جريمة، عدم التصدر لخدمة الدعوة والنصر الدين الله ده جريمة الوقت، جريمة جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن القانون الالهي. عايزين نفوق يا اخواني، عايزين نفوق يا امة محمد. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ده رقابة بقى احتمي خالص، وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، عنت الوجوه للحي القيوم. تخيل مليارات البشر، وجوه البشر كلها، وجوه الملائكة، وجوه الخلق أجمعين، عنت عنت، دي كلمة لما بتدور على معانيها وتقلب في معانيها ده معاني ورا معاني، عنت الأثير اسمه العاني، العاني يعني أسرت الوجوه للحي القيوم، يعني أسرت. تخيل لما سمعك يتأثر، لما بصرك يتأثر ازاي، تخيل لما توصل لمرحلة بقى انت ما عدتش مركز في أي حاجة، حواليك صراخ وأهوال وناس بتعذب وناس انت بتسمع أي حاجة، انت عينيك مش قادرة تركز مع أي حاجة غير اللي بيعدي ليها بس مهما كانت المشاهد الرهيبة حواليك، ودانك ما عادتش قادرة تسمع أي حاجة غير اللي بيعدي ليها، أنت عدت مذهول عن أي شيء إلا ما يعدي ليك، كأنك مقصور السمع والبصر بالظبط. عانت الوجوه، من معنى عانت من المعاناة، معاناة العطش، معاناة الحر، معاناة الندم، معاناة انك تشوف واحد عصى نفسه بعصيك وبيتعذب، الخوف والترقب يا ترى، معاناة الانتظار، معاناة القلق، معاناة عانت. من ضمن معاني عانت من العناء الذل، الذل يا جماعة، الذل اللي هيبقى على وش كل واحد عاصص دمه ما اتغفرتش يوميها، ربنا بيقول اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا، اسمع لو تسمع كلام الذل اللي هيقولوه، وابصر لو تشوف، لو تشوف التوسلات اللي هيتوسلوها، الذل. والمعنى الرابع لعنت من القهر، قهر الخلائق على حكم الله، لما هيصدر حكم الله في البشر كلهم ما حدش يقدر يعترض، حدش يقدر يستأنف، حدش يقدر يتملص من حكم ربنا عليه. المعنى الخامس في كلمة عنت الوجوه للحي القيوم، المشهد الرهيب المهيب اللي هيحصل لما كل الخلائق تنزل ساجدة لجلال الله، لما الكون كله يسجد لجلال الله إلا اللي ربنا حرم عليه السجود، لما كله ينزل يسجد، لما المليارات والمليارات والمليارات تنزل ساجدة لجلال الملك الجليل سبحانه وتعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم. من شوية ربنا كان بيقول الرحمن وخشعت الأصوات للرحمن، الوقت عنت الوجوه للحي القيوم. الصفات بتاعت ربنا دي في ناس مش هتعرفها غير يوميها، في ناس مش هتكتشفها غير يوميها، في ناس مش هتدركها غير يوميها يا إخواني. يعني زي إن الله هو الرزاق في آخر سورة الزاريات، سورة الزاريات بتتكلم على عصا ربنا عشان عصا الرزاق عشان الرزق، وحارب الرزاق عشان الرزق. زي واحد كده راح مثلا يعني راح يقدم في وظيفة، فلا الموظفين قاعدين ألم ما تودد لهم ما تقرب لهم، دول اللي هيشتغلوا معايا ودول اللي علاقاتي بهم المفروض تبقى حلوة، فعدى واحد ألم ما اتريق عليه قدامهم عشان اتقرب لهم، فقعد يتريق عليه ويضحك عليه
فواحد من الموظفين قال له بعد شويه، قال له انت عارف اللي انت بتتريق عليه ده مين؟ قال له مين؟ قال له ده مدير الشغل اللي يعينك يرفدك. الصدمه بتاعته ايه؟ او بعد سوره الذاريات ما جت وربنا بيقول انت عشان الرزق عشان العصيت الرزاق، وانت عشان الرزق حاربت الرزاق، وانت عشان الرزق نسيت الرزاق. طب ايه رايك ان الله هو الرزاق بقى؟ ان اللي انتوا قاعدين تقصوه ده هو اللي ما فيش مصدر للرزق غير منه سبحانه وتعالى. يعني يا جماعه اسماء الله اللي مذكوره في الايات ديت اللي عرفوها في الدنيا حلوا بقى كل مشاكل حياتهم. نفس الاسماء دي الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول لربنا يا حي يا قيوم، اهو للحي القيوم برحمتك استغيث، اهو خشعت الاصوات للرحمن، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. عايز ايه؟ اصلح لي شاني كله، صلح لي كل حاجه يا رب. اللي عرف ربنا في الدنيا صلح بمعرفته ربنا كل حاجه. لو نعرف ربنا. يا جماعه، كلمه دي الكلمه اللي قلب الواحد بيتعصر بيها لما يدرس تفسير ايات القران اللي بتتكلم عن ربنا، ويبدا يبص للكون اللي بيتجاوب مع ايات القران عن ربنا ويقول لو عرفنا ربنا. الكلمه دي قلب الواحد بيتعصر فيها مع كل مره الواحد بيرفع ايده لربنا يقول يا رب، والاجابه تتنزل في حاجه ما كانش متوقع ان حد يقدر يعمل فيها حاجه. يقول لو عرفنا ربنا، لو عرفنا ربنا، لو الامه عرفت انت مين يا رب، لو الامه عرفت قدرتك وعظمتك ورحمتك، لو الامه طمعت في اللي في خزينك، لو الامه عرفت اللي في جنتك، لو الامه يا رب عرفت جبروتك وانتقامك، وعرف يا جماعه لو عرفنا الملك، لو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى، لو عرفنا الملك الجليل. ولكن للاسف للاسف مش قادرين نعرف ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده بتبقى صدمه يوم القيامه بقى، صدمه زي صدمه صاحبنا لما عرف ان مدير الشغل هو اللي بيعين وبيرفض ان ده مدير الشغل. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في ناس قضيتها كبيره قوي يوم القيامه، في ناس هتبقى قضاياها كبيره قوي قوي يوم القيامه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. ربنا بيقول استنوا، كل اللي فات ده في ناس ملهاش دعوه بيه خالص خالص. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، ما يخافش نهائي، ما يخافش من اي حاجه، ما يخافش من عقوبات الدنيا دي مش ليه، ما يخافش من الاخره، ما يخافش نهائي يا جماعه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا هتتظلم ان سيئه ما عملتهاش تتنسب ليك، ولا هيتهضم حقك في حسنه واحده عملتها ومش هتلاقيها، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك انزلناه قرانا عربيا. ربنا بيقول لنا انتوا بتعملوا ايه؟ القران اهو قد اتيناك من لدنا ذكرى. القران اهو كلام ربنا، اهو الكلام العظيم بتاع الملك الجليل، اهو انتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ كل الايات دي بتتكلم عن اللي لما بعد عن القران، لما اعرض عن القران حياته ضاعت، حياته اتدمرت. يا شباب، يا اباء، يا امهات، يا اطفال، فين قران في حياتنا؟ فين كلام ربنا في حياتنا يا جماعه؟ ده بعدها ربنا بيقول للنبي ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. طب النبي بيعجل ليه؟ النبي مستعجل انه يحفظ القران ليه؟ عارف ان ده اللي هيصنع ابو بكر وعمر، عارف ان ده اللي هيفتح الاذان الصم والقلوب الغلف، عارف ان ده اللي هيغير الواقع، عارف قيمته. بعدها ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري، اللي هيعرض عن القران فان له معيشه ضنكا. الحياه بدون القران ضنك، احنا بعاد عن القران ليه؟ درس الليله ده، درس الليله بجانب، انا كان نفسي اديه بجانب ان الدرس ده هدفه واقفه مع انفلونزا الخنازير، واقفه مع هذا الوضع الواقعي اللي بيعد رساله ربانيه في رقابه الدعاء ان هم يترجموها للناس عشان تبقى الحجه اقيمت علينا كلنا. بجانب ده انا كان نفسي اقول الدرس ده يا جماعه عشان في وسط سلسله راجع لك يا رب، واحنا بنتكلم عن القران واحنا بنجاهد يا جماعه. يا جماعه سلسله راجع لك يا رب دي وسلسله بدايه اللي ده بتاعت الجزء 29 اللي قبلها، كل ده يعلم الله من باب قول الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. هو ده الحل. الحل الوقت ان احنا نجاهد باقوى سلاح هو سلاح القران، ان شهوات اهل الباطل وحرب اهل الباطل ملهاش حل غير الناس ترجع للقران، تتولد من جديد، كانك بتتخلق من جديد، ان الناس ترجع لكلام ربنا. انا بقول الدرس ده عشان كده، عشان كده سواء بتكلم في راجع لك يا رب بنفسر صور، سواء بتكلم في عن انفلونزا الخنازير بنتكلم في ايات واحاديث، لان هو ده ديننا يا جماعه. عايزين نفوق بقى، عايزين يحصل ثوره قرانيه في الامه، عوده للقران والسنه، ولكن عوده حقيقيه مش عوده اسميه. خايفين من انفلونزا الخنازير ليه؟ معاذ بن جبل كان بيقبل الطاعون زي ما قلت لكم وبيقول اللهم انك قليل
واللهم ان هذا قليل ولكنك تبارك في القليل. هو كان عايز يموت بطعن، عايز يقابل ربنا، بيحب ربنا سبحانه وتعالى. المسلمين ما بيخافوش من الموت. امال القضيه، القضيه ان احنا نقابل ربنا واحنا مستعدين للقاء، نقابل ربنا واحنا فعلا فعلا ما احناش مجرمين في حق حرمات الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقول كلام كتير 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 جدا، ولكن جماع هذا الكلام يا جماعه، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. هو دي الرساله، لولا اذ جاءهم باسنا، الامراض اللي موجوده دلوقتي، تضرعوا قالوا يا رب. عايزين الامه كلها تقول يا رب، عايزين الامه كلها ترجع لربنا. ده مقصد هذه الرساله، ده مقصد هذه الرساله الخطيره، الامه كلها ترجع لربنا، الامه كلها تعود للقران، تعود للملك سبحانه وتعالى. عايز اديكم توصيات قبل ما اسيب درس الليله. اول توصيه، وهي اخطر توصيه دلوقتي، اللي هو 13 و14 و15، صيام 13 و14 و15 يا جماعه. ان شاء الله يوم الجمعه الجايه 13 في الشهر العربي، الجمعه النهارده الجمعه اهو، يعني الجمعه الجايه اول ايام. فانا لو ما ينفع ما الحقش اقول الجمعه الجايه، لان هيبقى وفات يوم فعلا. يبقى الجمعه الجايه ان شاء الله 13، السبت 14، الخميس الحد 15، 3 ايام من عند ربنا ما نفرطش فيهم، ما نخبنش في الصفقه دي ابدا باذن الله. يبقى 13 و14 و15 يوم الجمعه الجايه والسبت والحد ان شاء الله. الحاجه الثانيه يا اخواني، ان يعني كنت بتكلم دلوقتي في سوره طه، خواتيم سوره طه، خواتيم سوره طه بتكلم هجر القران، بتنادي على هجر القران، بتقول له فوق فوق. ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن القران بيقول قال اهبطا منها جميعا، يعني ربنا بيقول لادم انا منزلك انت واللي خرجك من الجنه، يعني المفروض تترعب، يعني انت لما نزلت من الجنه عايز ترجع تاني، هترجع ازاي واللي خرجك منها موجود معاك مستمر في اضلالك. يبقى الحل، واما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، ان لما القران يجي نتلقاه بشوق ولفه على فهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعه نفهم قيمه القران في حياتنا. درس الليله بجانب انه عن انفلونزا الخنازير، بحطت شحن بينيه في السلسله بتاعت رجع لك يا رب. احنا فصلنا بفضل الله 5 صور من السلسله، ولسه 3 صور ان شاء الله باذن الله الرحمن والوقاع والحديد باذن الله. انا مش عايز هدف السلسله يغيب، انا مش بتكلم عشان اوعظ بس، انا بتكلم عشان نتربط بالقران. اللي هيخرج من هذه الرحله وهو لسه ملوش ورد قران ثابت، لسه ما بيحفظش القران، لسه ما بيحبش القران، لسه ما بيشتاقش انه يسمع كلام ربنا ويفهم كلام ربنا ويجتهد في فهم القران، يبقى غبن في هذه الصفقه، يبقى غبن في هذه الصفقه يا جماعه. عايزين نلحق، عايزين نتشحن تجاه كتاب ربنا. اهو الايات اللي قدامي بس الصفحتين دي، ده صفحتين من كام صفحه في القران. ها، من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا، هيروح في مصيبه اللي اعرض عن القران. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، الحياة من غير القرآن ضنك وعمى، ونحشره يوم القيامة عمى لأنه كان معمي أصلا. أهو، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. الرسول عارف قيمة القرآن، وقل رب زدني علما، يعني زودني في القرآن ربنا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. ربنا هيقول إيه بعد كده؟ هيحضنا على القرآن بعد كده إيه؟ هيشجعنا على القرآن بعد كده. عشان كده أنا عايز الليلة نقوم بسورة طه او خواتيم طه اخر 3 صفحات. عايز الليلة يا جماعة نعيش مع القرآن، عايز كل ليلة نعيش مع القرآن، عايز قيام الليل بالقرآن بقى يجي في حياتنا، الارتباط بالقرآن يجي في حياتنا. بقى هنفضل مشغولين لغاية امتى؟ مش خايف ان يجي في شكوى يوم القيامة؟ شكوى تتقدم فيك يوم القيامة، شكوى، شكوى من مين؟ من رسول الله. انا يتقدم فيها شكوى؟ ايوه ربنا، ايوه. وقال الرسول يا رب ان قومي، قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه يا رب. هنعمل ايه ساعتها يا جماعه؟ وهنروح فين ساعتها يا جماعه؟ القرآن يا عباد الله، القرآن. التوصيه الثانيه قضيه العمره يا اخواني. انا والله يعني انا فعلا انا حزين جدا ان في كثير من الشباب بيقول طب انا هعمل ايه؟ طب يعني ممكن يكون السعر بتاعها زياده عن امكانياتي شويه. والله يا جماعه دي اسعار رجب، يعني احنا مش طالعين في شهر 6 او طالعين الوقت، احنا طالعين يا جماعه في يعني في 7/7 باذن الله سبحانه وتعالى. دي اسعار رجب يا اخوان، احنا جاهدنا عشان نجيب اقل حاجه يعني فقدر الوسع. يعني سبحان الله، نية العمرة دي يعلم الملك الجليل، لا أسألكم عليها أجرا، ولا الجمعية الخيرية بتاخد فيها مليم. أمال نية العمرة، نية العمرة دي جهاد، جهاد في رقبة كل الدعاء ان هم يفتحوا قلوب الناس على بيئة مكة والمدينة، جهاد
من اجل ان احنا نحاول نفتح قنوات توعية للاباء والامهات ان هم يطلعوا هم وولادهم عاش لبيت مكة والمدينة عشان يرجعوا مغسولين متغيرين. فهذا ما استطعنا وهذا ما وسعنا. يعني مسألة محاولة ان احنا ندخل فيها عمرة برية او ندخل فيها يعني عمرة مثلا برية او بحرية, والله احنا بنحاول. يعني انا كلمت يعني اخواننا في الجمعية وبنحاول, ولكن هي دي الامكانيات, هي دي الوسع, هو ده الوسع, قدر الوسع على قد ما نقدر. يعني الله يسامح اللي كان السبب ان دي بقى تصار العمرات. يعني هو السعر مش غالي قوي, ولكن بالنسبه لل يعني الشاب الفقير فعلا ممكن يبقى سعر مش في امكانياته, ولكن الله يسامح اللي كان السبب. انا من 6 سنين رحت عملت عمره كانت ممكن تتكلف العمره انا حوالي 500 جنيه تذكره سفينه ب 200 جنيه على بتقعد هناك بتقعد. كان الشباب بيعملوا كده يعني وقتها, ممكن يقعد في الحرم على كانت العمره بتتكلف حاجه بسيطه. الغني بقى اللي عايز يروح طيران ويقعد على راحته كان ده وضع تاني, انما اللي كان معاه 500 جنيه كان يعرف يعمل عمره. الوقت للاسف بقت اسعار العمره 4000 جنيه وهنعمل ايه؟ يعني دي حاجات خارجه عن ارادتنا, خارجه عن ارادتنا فعلا. ويعلم الله سبحانه وتعالى, ويعلم الله ان الواحد بيجاهد حتى يؤدي النصيحه لله لهذه الامه, ان الواحد يريق نفسه عشان هذه الامه, ان الواحد مستعد يتفتت عشان الله لا يعصى في الارض, وعشان أمة محمد تفوق, وعشان الدين يرجع ممكن ليه, وعشان راية الإسلام تعلو, وعشان المسوخ اللي اتمسخت في الشباب والبنات الوقت تعاد إحياءها تاني وإنقاذها تاني. الواحد يمشي في الشارع بيقول أنا يحيي هذه اللو بعد موتها إزاي؟ الله قادر, الله قادر, وإحنا هنجاهد لآخر لحظة في حياتنا إن الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى. قضية ورد القرآن يا جماعة ما ننساوش أبدا, ورد القرآن, الورد اليومي للقرآن يا جماعة, الورد اليومي, كل الآيات ديت ونحشر المجرمين. المجرم هنا اللي معرض عن القرآن, اوعى تعرض عنه إعراض تلاوة, اوعى تعرض عنه إعراض قيام ليل بيه, اوعى تعرض عنه إعراض حفظ, اوعى تعرض عنه إعراض فهم, اوعى تعرض عنه إعراض تطبيق. عايزين نفوق, ولن يوقظنا الا القران الكريم المجيد العظيم. موعدنا المره الجايه ان شاء الله باذن الله مع سوره الرحمن. ما تنسوش تاني 13 و14 و15. انا لما بيكون في 13 و14 و15 لو الواحد بيموت بجاهد ان انا اجي, لان بحس ان فعلا العبادات دي هتوقظ هذه الامه وهتحيي هذه الامه وتملا صحائفنا بالحسنات ان شاء الله. نقدر بقى نقدر نعوض اللي فاتنا في حق الله سبحانه وتعالى. اني داع فامنوا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام, اللهم يا ذا الجلال والإكرام, اللهم اجعلنا من أهل القرآن, اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك, اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا, اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا ولا تتولى عنا, اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وثبت على الحق أقدامنا ونقص حائفنا, اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا, اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين, اللهم احفظ بلاد المسلمين من الأوبئة والأمراض, اللهم اشف كل مريض مسلم واغفر كل ذنوب المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين, اللهم فرج كرب المكروبين, اللهم نجح الطلبة في الامتحانات يا رب العالمين, اللهم نجحهم في الامتحانات ولا تفتنهم بالدنيا, ولا تجعلهم في الدنيا من المفتونين, ولا تجعلهم بالدنيا من المفتونين, اللهم اهد أمة حبيبك, اللهم انزل الهداية علينا, اللهم انزل الهداية على أهل أمة حبيبك, اللهم انزل الهداية على شباب هذه الأمة وعلى رجالها وعلى نسائها وعلى أطفالها يا رب. أعدنا يا رب إلى دينك, ردنا يا رب إلى دينك, ردنا يا رب إلى كتابك, أيقظ هذه الأمة يا رب, أحيي هذه الأمة يا رب, أنقذ شبابها يا رب, أنقذها وأغثها يا رب, ردها إلى القرآن والسنة, ردها إلى سنة حبيبك, ردها كي تكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يا رب, ردها حتى تعود أمة دعوة إليك يا رب, يا رب يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب, واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وجزاكم الله خيرا. يا نفس توبي, يا نفس توبي, يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي, واستغفر الله رب العرش وابتهلي, توبي فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب والعلم عند الله الوحيد.
الواحد الأحد. توبي فوضت أمري ودمعي سالم هامرا أن تستفيض النفس من حقد ومن حسد. توبي